السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الاف ستيتمنت والكونديشنال برانشنج، بس احنا تقريبا خلصنا، بس في شورت هاند يعني شكل مختصر شويه لجمله الاف. يعني مثلا من ضمن الاشكال الشهيره ان انا اقول اف والكونديشن بتاعي، والكونديشن طبعا احنا عارفين الكونديشن بيطلع ترو والفولس، صح؟ ده ريزلت. فلو طلع ترو بحط كولون والنتيجه هنا بتتنفذ، لو طلع فولس ما بنفذش حاجه وخلاص. يعني بمعنى اخر هي بتبقى نافعه معايا في موضوع الايه زي ما احنا شايفين الوان كونديشن واتجاه واحد، مش وان كونديشن، وان كونديشن وان ريزلت. يعني في كيس معينه اعمل كذا بس، لكن بعدي بقى كل الخطوات الايه كل الخطوات الاخرى. لو حبينا على طول سريعا نخش يعني في اكزامبل او شيء، فاروح كده على طول واعمل كده نيو فايل وقايل ايه مثلا، لو انا على سبيل المثال عايز عندي كيس واحده في اتجاه واحد عايز ارد عليها. يعني مثلا انا محتاج اعمل كيس بسيطه كده، ان انا لو انا عندي البالانس بقول اليوزر دخل البالانس، دخل رصيد، طبعا الرصيد ده هيبقى فلوت. انا اسف، الرصيد ده هيبقى فلوت وهقول له خده بانبوت، تمام؟ وهقول له في انتر يور بالانس، ماشي؟ وكل كده وسبيس كده ونظبط كده البالانس اللي هو الرصيد. وبعد كده اقول له دخل المسحوبات او الشيء القيمه اللي انت عايز تسحبها اللي هي الويز دراو. ويز دراو، ماشي؟ المسحوبات. وبرضه اقول له انتر الايه؟ قيمه المسحوبات، يعني ويز دراو فاليو، يعني قيمه المسحوبات، تمام؟ فهيبدا يدخل بالانس يعني قيمه الرصيد وهيقول انا عايز اسحب تاني. تعمل كيس على حاجه واحده، لو المسحوبات انا بسحب كده، لو المسحوبات عندي طلعت اكبر من البالانس ذات نفسه خلاص، يعني هوقف الموضوع، هسيب الكسر او هطلع رساله. قلت ايه؟ الويف دراو لو كانت اكبر من، لو كانت اكبر من الايه؟ البالانس. لو انت كل عمال تسحبها اكبر من البالانس، لو بتساويها او اقل منها ما عنديش مشكله، ده الكونديشن وخلصنا. هعمل ايه؟ مش هقعد بقى ولا اس ولا بتاع ولا اي حاجه من دي خالص. انا كل الفكره كلها ان انا اقول له في الحاله دي برنت مثلا، اقول له this transaction can not be completed وخلاص. اي مسج، تمام؟ يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا. يبقى لو كان ده غير كده، غير كده بقى حط بقى عمليات ثانيه وحاجات اخرى مش هتضيف يعني، بس كيس دي اللي انا عايز اقول لو كان ده ما ينفعش. فانا ممكن مثلا اسايب الفايل بتاعي تقريبا اكزامبل 30 وادوس في 5. انا ماشي ادخل مثلا قلت له انا عندي 10000 مثلا او 100000 ما عنديش يعني دولارات، وعايز اسحب مثلا 5000، ما عنديش مشكله. طبعا ما طلعتش نتيجه ولا البرنامج بتاعي حسب حاجه، مش قضيتي، بس القضيه بتاعتي لما اجي اقول له انا عندي مثلا قلت كام 100000 ولا انا عايز اسحب 200000، قال لي ذيس ترانزكشن كان في كومبليتد وخلاص. ده شكل من اشياء الاختصار في شكل جمله. طبعا في اختصار تاني احنا اخذنا على الاكزامبلز قبل كده كنا سميناه اللي هو ترنري اوبريتورز او كونديشنال اكسبريشنال اكسبريشن ترنري اللي هو الثلاثي، اللي هو بيبقى في عندي ستمنت لو ترو اف وفي كونديشن والس وبعد كده الستمنت لو فولس. لو كونديشن جاب ترو بينفذ الجمله الاولى، لو جاب فولس بينفذ الجمله الثانيه وخلصنا على كده. ده كانت ايه الفكره بتاعتي. يعني لو احنا عايزين ناخد من الاكزامبل ده، اكزامبل 30 ناخد منه كده نسخه وقلت له ده هنسميه اكزامبل 31 مثلا وخلصنا. فالفكره بتاعتنا ان يا اما انا هطبع له اقول له القوه بتاعتك كذا، يور بالانس از كذا، فانا هحطها في الاول بس، شفت؟ يعني هعمل كده برنت واقول له يور بالانس، تمام؟ وبعديها اطلع القيمه
والقيمه هي عباره عن اللي هي البالانس نطرح منها الايه؟ الويزدرو بتاعتك. تمام؟ وخلصنا. طبعا والاف هنا. والاف هنا. خلاص؟ وبعد بس بعد الاف ما بحطش كور لا، بحط في الشكل ده كلمه الس. فيبقى اللي قبل الاف معروف ان دي حاله الترو للكونديشن، واللي بعد الالس هي حاله الفولس للايه؟ للكونديشن. صحيح؟ وخلصنا. الشكل ده الاكزامبل ده هيفسر لنا فيه بقى الترنري. لو ضفنا اف 5 ان اكسبكت اند اوف فايل معناها ان احنا فبنش تمام. سيل ودوس رن. مفيش هنا كده ظبطه. طيب ممكن تكون ظبط اي شخص ممكن برنت عشان دي قفلة الكوز بتاع البريك. ماشي؟ أما الكوز ده اللي خلعنا كان قفلة البالانس. طبعا ممكن يشيل القوسين دول ما هوش حاجة، بس عشان تعمل حسابية أنا بحب أوضحها لنفسي يعني. لكن نجرب كده. زي ما يقول قال لي ماشي. أنت البالانس بتاعتك بتروح 1000 تسحب كده وتروح 5000. خلاص قال لي يبقى يطلع لي قال لي الترانزكشن دي كانوا بي كومبليتد ليه؟ البالانس الجزء اصغر من ال 5000. لا سوري احنا كان بيبقى له سيبه نكتب كده. انا كده المثال اللي هو مثال 30 معلش نرجع نصلحه لان كده انا غلطت في مثال 30. المفروض ان لو الجزء اقل من البالانس اقل من البالانس لان احنا عملنا اس سوري يبقى يعني لو دي اقل من البالانس يعني المسحوبات اقل من البالانس عندي لو ترو لو هي اقل من البالانس عادي يبقى المفروض العمليه تتم اللي هي دي صح؟ إلس جه هنا الترانزكشن كان ممكن كومبليتد صح كده؟ لكن لو احنا رجعنا لاكزامبل 30 معلش نرجع نبص بص هنا اهو الوضع بيقول لك ايه؟ لو اكبر لو المسحوب اكبر من القيمه اللي في اللي انت هتشتغل عليها ما ينفعش اللي هي قيمه الرصيد فالمسحوب لو اكبر من الرصيد قول له مش هينفع خلاص هنا دي صح بس ديت عشان احنا حطينا هيلس ما بقتش هنا برنت على اللي هنا احنا كنا مكبرين ومكملين ما بقاش ان هنا بقى الشرط اللي هو يعني العكسي فبقت بعد 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 هيلس يعني طيب تعال نجرب كده لو قلت له هنا ال 100000 والمسحوب كام؟ 5000 تمام انا بس حاطط بوينت أكيد البالانس 95 جنيه 95000 صح ب 100000 مظبوط طيب لو جينا قلنا له أنا عندي رصيد 100000 هي كده وقال لي هتسحب كام؟ قلت له برضه هسحب 100000 ما عندهاش مشكلة دي بقى هنا بقى إيه؟ قال لي برضه شو تتم العملية طبعا أنا ممكن أكون في الفكر بتاعي إنه ممنوع إنك تسحب كل الرصيد وارد لكن لو إحنا مش عايزين ده يبقى احنا ما عندناش مشكله الا لو كان اصغر من او يساوي في الحاله دي هنعدي ويسحب الرصيد بالكامل لو انا مش عايز اعدي الرصيد بالكامل يبقى خلاص ما ينفعش لازم تكون اقل لازم يكون اقل شوف انت يعني اللوجيك بتاع الفكره بتاعتك ماشي ازاي فخلاص هو قال لي هنا ما ينفعش لو قلت له انا رصيد 100000 وعايز اسحب 120000 هيقول لي برضو ان العمليه ما تقدرش تتم لكن كده فكره الشورت هاند او ازاي اختصارات الاف ستيتمنت سواء بالشكل اللي هو الوحيد اللي احنا شفناه اللي هو كان مثال 30 او بالشكل هو اليمين الشمال اللي هو ايه مثال 31 واخيرا الاسايمنت اللي على الحته الجزئيه ديت اسايمنت بسيط نستخدم الشكل المختصر لجمله اف بعد ما اليوزر دخل اكس واي يعني اليوزر دخل الرقم الاول والرقم الثاني كان يعمل جمله اف مختصره عشان نرفض ان الرقمين يكونوا متساويين يعني في حاله ان الرقمين الاكس والواي بيتساووا بعض ممكن تطلع مسج تقول له ما ينفعش يكون رقم متساوي. وتستخدم الشكل المختصر الثاني بحيث انك تعرض الرقم الاكبر سواء اكس او واي. فتعرض الاكس هي الاكبر او تعرض الواي هي الايه؟ هي الاكبر بيزد على الكونديشنز. السلام عليكم.